في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قرأ القارئ أنها آية المحنة، وفي بعض النسخ آية المحبة، فما الصحيح في ذلك؟ المحنة، الصحيح آية المحنة. نعم، امتحن الله عز وجل من يدعي المحبة، امتحنه لما ذكره في هذه الآية: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يزعم أنه يحب الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن محبته غير صحيحة، بل هي محبة باطلة. نعم.